بمشاركة 12 نادياً مثلت أغلب المحافظات العراقية، انطلقت على قاعة نادي التضامن الرياضية في محافظة النجف الأشرف بطولة أندية العراق بتنس الطاولة لفئات المتقدمين، والتي أقامها الاتحاد المركزي للعبة. الاتحاد العراقي لتنس الطاولة مشكورا حقيقة على اهتمام بمحافظة النجف من خلال تنظيمه الدوري أندية العراق للدرجة الممتازة، وهو أعلى المستويات في العراق. شارك في هذه البطولة 12 نادي يمثلون أندية السليمانية ونادي كويا ونادي أكاد وكذلك نادي غاز الشمال ونادي دربندخان. وتقام هذه البطولة بعد انقطاع دام لأكثر من 5 سنوات، حيث شهدت مباريات البطولة ندية كبيرة بين لاعبي الفرق للظفر بلقب هذه النسخة. الحمد لله والشكر بدأ بغداد يتنفس، بدأ يعيد أمجاده السابقة. يعني كنا احنا أبطال بكل الفئات بالرياضات الفردية، بس الفترة الأخيرة الأندية بدأت تهتم بس مجال كرة القدم. الحمد لله والشكر احنا بدينا درجة أولى تأهيلي، صعدنا للممتاز وضفت للفريق يعني بهذا هاي المرحلة عناصر شبابية صغار، وإن شاء الله نحقق فد نتائج طيب. انطلق صباح اليوم في قاعة التضامن، قاعة أسعد شكر سابقا، الدوري العراقي الممتاز اللي حقيقة اشتركت به 12 نادي مثلوا جميع المحافظات العراقية من زاخو للبصرة. تقدر تقول نخبة اللعبة أو أقوى المنتخبات واللاعبين المنتخبات الوطنية هم شاركوا في هذه البطولة. هذا إنجاز بحد ذاته أنه تقام بطولة مثل هذه البطولة وحقيقة وحجم الدور العراقي المركزي في النجف الأشرف أو في المحافظات الجنوبية الفرات الأوسط. يذكر أن الفائزين بهذه البطولة سيمثلون العراق في البطولات العربية وبطولة غرب آسيا التي ستقام خلال الأشهر القادمة. من النجف الأشرف معتز العبودي، زاكروس تيفي.